ترامب ينتصر في المعركة ويعزل الديمقراطيين أمام الشعب. سراقب الاستراتيجية في قبضة الجيش السوري. 3 شهداء برصاص الإسرائيليين في القدس وجنين. بعد حصده أرواح 564، كورونا يسجن مئات السياح الأستراليين. وبعد ارتياحها من الحرائق، أستراليا تستعد لإعصار مداري. العنوان الأول من دون منازع اليوم هو العاصفة التي نجا منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصرا خلال فصل هو الأصعب من فصول رئاسته العاصفة. سحر العزل انقلب على الديمقراطيين، لا سيما بعد الحكم التاريخي الذي برأ به مجلس الشيوخ خلال مساءلة دفع فيها عنه رفاقه الجمهوريين لتجعله يلتقط أنفاسه، مبددا آمال الديمقراطيين في الانتخابات القادمة ليجعلها شبه مستحيلة. ففي ظل تحديات وحسابات تتحكم، يبدو أن ترامب سيحكم، لكن ليس للأبد كما أشار ساخرا. نصر ترامب على الديمقراطيين عبر الحدود الإقليمية ليتشابه مع نصر آخر حصده الجيش السوري، مسجلا خلاله إنجازات استراتيجية، معيدا خلالها السيطرة الكاملة على مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، حيث دخلت قواته المدينة وبدأت في تمشيطها، ما أدى إلى قطع إمدادات المسلحين القادمين من ريف حلب الجنوبية. بالقرب من سوريا كانت جنين الفلسطينية تتهيأ لميلاد شهيدين جديدين، فبعدما أقبل ليلها وغابت شمسها وحضر فجرها، كان هناك شاب يبلغ من العمر 19 ربيعا يرافقه شرطي فلسطيني على موعد مع الشهادة، وذلك بعد مواجهات عنيفة اندلعت مع الاحتلال خلال هدم الاحتلال منزل عائلة أحد الأسرى. بعدما أشرقت شمس هذا اليوم، استيقظ الفلسطينيون على استشهاد شاب آخر برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن عند باب الأسباط في القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الشعب الفلسطيني الأعزل طيلة 70 سنة الماضية لا يختلف كثيرا عن وباء كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 564 شخصا خلال 60 يوما الفائتة. متشابهان في القتل والأسر، فكما يسجن الاحتلال يأسر كورونا، إذ تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني محتجز عليها مئات السياح الأستراليين التي اعتبروها سجنا عائما وطلبوا بإخراجهم فورا. الأستراليون كان حظهم سيئا أيضا، خاصة بعدما أخذوا هدنة من خطر حرائق الغابات بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقية، لكنها كانت مشوبة بخطر آخر، إذ تشير توقعات إلى أن إعصارا مداريا سيجتاح شمال غرب البلاد في مطلع الأسبوع القادم. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.